اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مطار مصال الحاج بولاية تلمسان، ولأول مرة كان على موعد لإقلاع طائرات متوجهة نحو البقاع المقدسة، تقل ضيوف الرحمن الخادمين من ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، وعين تيمشنت. هناك 10 حالات مبرمجة في طرامية الحج سنة 2024، ما يقارب 2400 حاج رايحين ينطلقوا من هذا المطار. وفرنا الحجاج يعني كل الظروف الملازمة به، يعني من سهل لهم عنا السفر. إذن الحمد لله العملية جرت في ظروف عادية، هذه أول رحلة. اتخذت المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان عبر مفتشية أقسام الجمارك بتلمسان لجملة من التدابير والإجراءات متمثلة في تدعيم العنصر البشري العامل بالمطار، كذلك اللقاءات التنسيقية بين مختلف أطياف والشركاء بالمطار، كذلك إنشاء خلية مراقبة. إدراج مطار تلمسان ضمن المطارات المخصصة لنقل الحجاج مبادرة استحسنها ضيوف الرحمن، خصوصا وأن العملية كانت وسط ظروف تنظيمية محكمة. احنا أول فوج ينطلق من ولاية تلمسان، أمور تنظيمية ما شاء الله، الدولة تاعنا قامت بالمجهودات، ندعو إن شاء الله الله عز وجل أن يتقبل منا. النظام هنا كبير في تلمسان ما شاء الله، الله يحفظهم، نظام كبير وسهلة الأمور علينا، كل جانا كل سهل جانا، زعما نظام زعما ما كناش نتوقعوا هذا النظام نلقوه هنايا في مطار تاع تلمسان. والله ولدي كل شيء هون من اجل السبب اللي رانا رايحين له، رايحين نجيبوا الجنه، ما كل حاجه هون، كل حاجه هون، ان شاء الله ربي يسر لنا والعاقبه لكم ان شاء الله، وكاع اللي راهم يخدموا فينا ان شاء الله ربي يسخر لهم اللي راه يخدمهم من قريب او من بعيد، الله يجازيكم يا ولدي والله يفتح عليكم. كما سيشهد مطار مصال الحاج 10 رحلات مباشرة نحو المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع على متنها 2400 حاج وحاجة.